تحول كبير في ملف اتهامات الاختلاس التي تلاحق الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة. القضاء اللبناني تمكن أخيرا من توقيف سلامة بعد استجوابه لساعات، وذلك لأول مرة منذ انتهاء ولايته قبل أكثر من عام. وأوقف النائب العام التمييزي رياض سلامة بعد استجوابه لثلاث ساعات حول الشبهات المتعلقة باختلاس أموال اللبنانيين من المصرف، حيث سيحال بعد 4 أيام إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب بحقه. ومنذ 3 أعوام شكل سلامة محور تحقيقات لبنانية وأوروبية بعد اتهامات بمراكمة أصول عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، مع سوء استخدام الأموال العامة وتحويلها إلى حسابات في الخارج والإثراء غير المشروع. وسبق أن أصدرت قضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحق سلامة تم تعميمهما عبر الإنتربول قبل أن يتم إلغاء الخطوة بحجة أن الرجل لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان. وفي خضم التحقيقات التي بشرتها السلطات القضائية بالداخل والخارج، أكدت وسائل إعلام لبنانية أن سلامة استخدم حيلا مالية عبر شركة تدعى أوبتيموم حتى لا يترك خلفه أي دلائل لوجود مخالفات أو أنشطة غير قانونية تمت خلال فترة رئاسته للمصرف. ومن بين أوراق الضغط التي استخدمها سلامة للهروب من المحاسبة، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أنه هرب ذاكرة تخزين معلوماتية إلى خارج لبنان و تحمل أسرارا وفضائح تتعلق بفترة عمله سيتم نشرها فور حدوث أي مكروه له. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت. نرحب بالقاضي السيد شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة اللبناني السابق، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن في البداية سأبدأ معك بتصريحات يعني أدلى بها وزير العدل اللبناني للمشهد، ووضح أن التوقيف هنا احترازي فقط والملف بأكمله بعهدة مدعي عام التمييز، فبالتالي من الناحية القانونية ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه المرحلة من التقاضي؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أنا اللي بحب بس ذكر فيه إنه معالي وزير العدل كان قاضي سابق، وبالتالي من الأشخاص اللي بيجلوا القضاء وبيحترموا القضاء. إذن ما بستغرب إنه يكون معالي الوزير أدلى بالتصريح اللي أدلى فيه اثر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق استاذ رياض سلامة. من جهة تانية اذا بدنا نرجع لملف اللي اليوم موضوع مذكرة التوقيف، اذا مش مذكرة التوقيف، التوقيف الاحترازي اللي صدر عن النيابة العامة التمييزية، نعرف كلنا أنه صار في بلبنان تدقيق جنائي لعمليات مصرف لبنان. هالتدقيق قامت في شركة اسمها ألفاريز إمارسال. الشركة ألفاريز إمارسال بهالتدقيق الجنائي ضوت على مخالفات للقوانين المرعية، لقانون النقد والتسليف ولقوانين مرعية مرتكبة من قبل شركة أوبتيموم، وشركة أوبتيموم هي شركة تتقاضى عمولات. إذا هالملف هيدا تمت متابعته بمرحلة أولى من قبل المدعي العام الاستئنافي بجبل لبنان القاضي غادة عون، ومن ثم سحب من إيده هالملف وتوكل فيه النائب العام التمييزي، أخذوا على عهده وهو اللي أجرى التحقيق. هلأ أبلغ حاكم مصرف لبنان السابق بوجوب حضوره لدى النيابة العامة التمييزية لاستجوابه، وبالفعل على أثر هالاستجواب تبين للنيابة العامة التمييزية أنه مظبوط في شبهة جدية على أنه حاكم مصرف لبنان وشركة أوبتيموم كانوا
عم بيخالفوا القوانين، ومن وراء مخالفتهم للقوانين نعمل مبالغ من المال ما كان مفروض ياخدوها شركة أوبتيموم، وما بنعرف إذا كان هون حاكم مصرف لبنان السابق كان متورط بهالعملية. طيب هذه المعطيات لم تكن متوفرة في السابق، يعني لأن هناك تساؤلات لماذا تأخرت هذه الخطوة إلى الآن، يعني حتى أن كثيرين قالوا أن سبب التأخير هو تبعية ربما بعض القضاة لبعض دوائر السلطة، وهناك من يقول أن هذا الغطاء السياسي قد يكون قد رفع الآن. ماذا تعلق على كل ما يقال في هذا الصدد؟ أنا مشاني بعرف أنه الملف هو بعهد النائب العام التمليسي بالتكليف اليوم الرئيس الحجار، والرئيس الحجار هو من أشرف وأنزه قضاة الجمهورية اللبنانية. هو هلأ قرر يتابع هالملف، مثل ما قلت لك انه كان الملف بايد مدعي عام الاستئنافي بجبل لبنان، وسحب منا على ايام النائب العام التمييزي السابق الرئيس حسان عويده. هلا ما صار له زمان الرئيس حجار توكل بالنيابه العامه التمييزيه بالتكليف وقرر يكفي تحقيقاته بملف أوبتيموم، وبملف أوبتيموم صار في هالاستجواب للحاكم السابق بمصرف لبنان، وبملف أوبتيموم بيظهر أنه الشبهة كانت جدية بتورط حاكم مصرف لبنان السابق بعمولات غير مشروعة. طيب، ولهيك أخذ قرار المدعي عام التمييز الحالي، أخذ قرار بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق، توقيف احترازي. أنت بتعرف أنه النيابة العامة إلى حق توقف على 48 ساعة، بتضيف عليهم 48 ساعة، بتحضر الملف وبتبعته عند قاضي التحقيق، يعني بتطلب من النيابة العامة الاستئنافية ببيروت تدعي، والنيابة العامة الاستئنافية ببيروت بتدعي على حاكم مصرف لبنان، ومن هون ورايح بينشل عمل النيابة العامة التمييزية. قطع فقط لضيق الوقت، يعني فقط طالما أن هناك عدة نقاط تطرح في هذه المسألة، ونعلم أن هناك ربما خطرا قريبا يحيط بلبنان هنا في هذه الأثناء، يعني يتعلق بإمكانية إدراج لبنان على القائمة الرمادية فيما يتعلق بغسيل الأموال هنا، وبعض الأوساط الصحفية تقول أن اللوم في هذه المسألة يلقى على القضاء بأنه غير متعاون، يعني هنا من قبل بعض الأطراف الدولية. فبالتالي هل تعتقد أن هذه المسألة مرتبطة بما شاهدناها اليوم؟ أنا بتصور أنه القضاء اللبناني فعلا تقاعس مش بملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق، القضاء اللبناني تقاعس بملاحقة إذا بدك ما بدي سميها تسمية سائلة، إن الحالة الاقتصادية وانهيار القطاع المصرف اليوم، ما لا يعقل إنه ينهار القطاع المصرف ومليونين مودع ينحرموا من وديعهم بالمصاري وما يكون في قضاء عم بيتحرك بشكل جدي لحتى نعرف ونحدد المسؤولية بانهيار القطاع المصرف. هلأ الهيئة تغيرت الأمور، لأنه بتعرف لما بيكون الرأس يعني النائب العام التمييزي، لما بيكون نائب العام التمييزي مقرر يفتح التحقيقات ويستمر فيها
بتصور واضح. انه هيدي ترفع من شأن القضاء نعم. وبتزيد من ثقة الناس بالقضاء. نعم وصلت الفكرة، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، القاضي سيد شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة اللبنانية السابق. أهلا وسهلا.